أقامت وزارة الثقافة والآثار والسياحة العراقية أمسية عراقية أحيتها سيدة المقام العراقي فريدة محمد علي بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار، إضافة إلى شخصيات رسمية وجمهور غفير من محبي الطرب العراقي، حيث غنت فريدة للعراق ولجيشه وللانتصارات التي حققها الجيش العراقي في حربه ضد تنظيم داعش. استمتعنا كثيرا بما قدمته الفنانة الكبيرة سيدة المقام العراقي فريدة من أغاني ومقامات تنتصر لأبناء شعبنا وقواتنا المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وكل أبناء شعبنا، الحقيقة الأبطال بكل معنى الكلمة ممن طرزوا فعلا أنصع الصفحات الجميلة والمعبرة والمشرفة في سماء المعارك. نقف لهم إجلالا وإكبارا وتقديرا، ونتمنى المزيد من هذه الأنشطة والفعاليات اللي من شأنها فعلا يعني تحرك الشارع العراقي وتعكس أفراح العراقيين بهذه المناسبة السعيدة. وعبر نقيب الفنانين العراقيين صباح المندلاوي عن سعادته بما قدمته الفنانة الكبيرة سيدة المقام العراقي من أغاني ومقامات تنتصر لأبناء العراق الذين طرزوا أنصع الصفحات الجميلة والمعبرة والمشرفة في سماء المعارك، كما تمنى المزيد من هذه النشاطات والفعاليات التي من شأنها تحريك الشارع العراقي وتعكس أفراحه بالانتصارات. وجود السيدة فريدة على خشبة هذا المسرح بعد 25 عام رسالة أيضا حتى للمثقفين العراقيين، لكن الرسالة الأكبر والأهم هي لمقاتلين الشجعان الأبطال. نريد أن نوصلهم رسالة شكر وعرفان وفخر واعتزاز، رسالة وفاء إلى شهدائنا، إلى كل قطرة دم سقطت على أرض هذا الوطن. رسالة أخرى نستنهض بها ذاتنا، نستنهض بها جمهورنا، أنه خلينا نضع يد بيد لنبني البلد من جديد، وراح تكون قد تكون تجربة الوصول تجربة كبيرة، تجربة نتركها عسى أن تكون واضحة للأجيال القادمة. يذكر أن الفنانة فريد محمد علي والمعروفة باسم فريدة هي قارئة مقام عراقية وعضو في فرقة المقام العراقي التراثية، وتحيي الحفلات في مختلف بلدان العالم، وهذه الزيارة الثانية لها إلى بغداد بعد الزيارة الأولى التي شاركت فيها بفعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية عام 2013.